التقى معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، واستعرض اللقاء علاقات سلطنة عمان مع الأمم المتحدة وسبل ومجالات التعاون المشتركة. تمنا معالي الأمين العام الدور الذي تقوم به سلطنة عمان وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في دعم القضايا العالمية العادلة ودور السلطنة في السلم الإقليمي والدولي، كما تمت مناقشة عدد من القضايا حول كيفية تطوير سبل التعاون بين الجانب العماني والأمم المتحدة وكيفية الاستفادة من بعض ما تقدمه الأمم المتحدة في الجوانب الإعلامية المختلفة. حققت هذه الزيارة فتح مجالات جديدة للتعاون بين الأمم المتحدة وسلطنة عمان في مجالات التدريب والتبادل الإعلامي ونقل الخبرات. استعرضنا مع الأمم المتحدة وعمان في مجالات الإعلام اللي احنا ممكن نشترك في أعمال مشتركة مع بعض. هنجتمع مع الصحفيين، وقبل اجتماعنا مع وكالات أنباء مثل رويترز و Associated Press. First of all, we were delighted to be able to welcome the minister to the. في البدء أود أن أرحب بزيارة وزير الإعلام إلى الأمم المتحدة، وهي الزيارة الأولى من حيث نوعيتها. هدفنا هو العمل المشترك مع السلطنة، وذلك في تعزيز العلاقات من خلال إقامة دورات تدريبية والسماح للوفود العمانية أن تزور مكاتبنا والاطلاع على سير العمل داخل الأمم المتحدة وتبادل الخبرات. ونحن سعيدون جدا لما تقدمه السلطنة من دعم لعملنا داخل الأمم المتحدة. And we're very grateful for the support that Oman has given to the United Nations over all these years. ترجع أهمية هذه الزيارة إلى أنها أول زيارة يقوم بها وزير إعلام عربي إلى الأمم المتحدة والالتقاء مع خبرائها، وتمثل بداية لتعاون مثمر في المستقبل. جاءت هذه الزيارة لتؤكد على الدور المتميز الذي تلعبه السياسة الخارجية العمانية في حفظ السلام والأمن الدوليين. أحمد فتحي، تلفزيون سلطنة عمان، الأمم المتحدة، نيويورك.